الحصة الخامسة، أتمرن من جديد. أولا، أحيط بخط 10 أشياء وأكتب العدد. إذن أحطنا هنا 10، كتبنا 10. إذن 5 وحدات 5، العشرات واحدة. 5 وحدات وعشرة هي 15. إذن أحسب 10 حلزونات وأحيطها. إذن 10 أخرى أحيطها. إذن عندنا 10 2، العشرات 2، أكتب هنا 2. الوحدات 0، أكتب هنا 0. وحدات 0، أكتب هنا 0. عندنا 10 2 هي 20، وحدات 0، إذن 0 و20 هي 20، 0 و20 هي 20. أحيط 10 سيارات، إذن أحسب 10 سيارات وأحيطها. إذن الوحدات بقيت 9، أكتب 9. العشرات 1، أكتب 1. عندنا 9 وحدات و10، 9 وحدات و10 هي 19. ثانيا، ألون الخانات كما في المثال ثم أكتب العدد. هنا ألون 10 و9. عشرة وتسعة هي 19، أكتب 19. أحسب، إذن 10 الأولى والعشرة الثانية. إذن عندنا 10 2، ألون 10 هنا و10 هنا. إذن 10 و10 20، أكتب هنا 20. إذن النجوم عندنا 10، وعندنا كذلك 8. إذن ألون 10 هنا و8 هنا. ثمانية وعشرة، العدد هو 18. أتذكر، لتعداد أشياء يفوق عدد 10، أجمع كل 10 وحدات وأبادلها ب10 واحدة، أتابع التجميع ب10 إلى أن يتم التجميع ويبقى عدد أصغر من 10. أعد العشرات وما بقي هو الوحدات. عندنا هنا العقد ب10، الوحدات 6. إذن عندنا 10 1 6 وحدات.
الوحدات 6، العشرات 1. نقول 6 وحدات وعشرة واحدة، أي 10 وحدات. 10 زائد 6 هي 16. 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20.